السلام عليكم. اليوم عندنا وصفة تاع الدجاج محمر، وصفة جديدة جيتها لكم إن شاء الله تعجبكم. كما تشوفوا عندي دجاجة خيطة صغيرة على حسب البلاط تاعي، عندي شامبينيو، عندي لاموطاد، عندي زوج حبات زرودية، زوج حبات طوماطيش، عندي كوجات وفلفل ندير دي ترونش، وعندنا لي سيبيس. وانتم داولكم التحضير إن شاء الله. بو كيما تشوفوا الفلفل راني قطعته، هاولي درت نص حبه نص حبه نص حبه من الارون ديالها، قطعته مرون ديالها رقاق. هاو كيف يجي. عندي طوماطيش كيف كيف راني قطعته تانيك، عندي زروديه وعندي كوجات راني قطعته مرون ديالها. بو درك هنا جبت البول تاعي، درت لكم لا موطارد هنايا باش ندهنوا بها، ندير لاصوص تاع الدجاج ندهنوا بها. عندنا تانيك زيت الزيتون، زيت الزيتون ندير واحد نص كاس هكذاك، نخلطو مليح. ما تجينا لاصوص بنينة بزاف بزيت زيتون. هنا كيما كنتو تشوفو، وعندنا تانيك لي زيبيس، عندنا لي زيبيس تاع سبيسيال تاع بولي، درك نواسيو منو باش يزيد يعطي البنة، ما شاء الله تجي البنة تاعها. هنا كيما تشوف هاديك سبيسيال تاع بولي هذا. زيد هاديك شوية فلفل الكحل، بو فلفل الكحل ديرو شوية ماشي بزاف، فوالا نص مغرفة تاع قهوة. عندنا تاني رشة تاع ملح، المهم لي زيبيس لي عندكم ديرهم باسكو ملاح، لي زيبيس ملاح للماكلة. كيما ندير كامل لي زيبيس لي عندي ندير فيهم، عندي زنجبيل تانيك، عندي تانيك فلفل أحمر جاي حلو، كاين لي حلو كاين حار، نتوما كيما تحبو، نتوما تحبو ديرو حلو عاد ديرو الحار. كاين كاين زوج موديل فيهم، وعندنا تاني القرفة وعندنا الكمون. هارا هنا كما كنت شاهد نخلطو كلش هنايا، يعني وصفة سهلة. فجأة درك نخليوها كوتي، نجيبو الدجاجة تاعنا كما راكم تشوفو هنايا. بو عندنا الدجاجة هنا نشلحوها مليح باش الكوبوينات يدخلو فيها كما راكم تشوفو. نفتحوها بيان، نزيدو نقلبوها بزوج جهات، يعني نفتحها من ومن. هلا باسكو ما لي زيبس نديرو ملها لكو يعطينا بنة تاعها. هلا درك هنا عندي التوم، نسكرفش التوم فيها باسكو التوم نديرو وحدو هنايا كيما راكم تشوفو. نسي ندخلوه هنايا، ندخلوه مليح. كيما التوم عندي زوج سنان درتهم، دوكا هنايا عندي البلا تاعي، نجيب البلا دوكا هنا هاد دوك ندهن الدجاجة تاعي ندهنها. بو دوك هنا خيط على حساب البلا كيما راكو تشوفو، كل واحد دو كيفاه البلا تاعو. فوالا هنا ندهنوها مليح،
ما من الداخل وديروا تانيك، انا في الداخل في الداخله وديروا تانيك. يعطيكم البنة والقوم ما شاء الله تجي. ونقلبوهم جهة أخرى كيف كيف، يعني الخليط اللي درناه نكملوه كامل فيها، باسكو ما دمعس خانه من النار ويطيح في البلاط تاعنا ما يقعدش هكذاك. دونك كيما تشوف نرفدها نحطها في الطبسي وين كانت. هنا عندنا نديرو كاس تاع الماء، وكما تشوفون نديرو والماء يكون دافي، اللي عنده بلا كبير يقدر يدير زوج كيسان، ماشي شي لازم كاس، على حسب البلا تاعكم اللي راح ديروا تخدموا فيه. كيما درت انا زوج كيسان ما هناك، ما راكم تشوفوا عندي فلفل راح نديرو، حط فلفل هنا هنا فلفل حطه هنا، ونزيد عندي ثاني طوماطيش ونزيد من البنة سكتو برك. هنا عندي الكوجات اللي قطعتها، يعني نستفادهم كلش من حاجة ما نخليوها. وعندي تاني شوية زرودية نديروها، سما كلش نديرو شوية شوية. هنا هنا نزيدو نديرو شويه ملح، نديرو فلفل الكحل ولا ملح، عطيني فلفل الكحل، يعني نديرو غير رشات صغيره ماشي كبيره بزاف، رشه رشه. دوكا نرفدو الدجاج تاعنا نحطوها هنا كيما تشوفو. حط الطوماطيش تاعنا كيما راهي، هذا تانيك شامبينيو، بون شامبينيو اختيار تاعي، كان اللي ما يحبش يدير شامبينيو في الماكلة ما يديرش، مش لازم نديرو شامبينيو، مي البنة به تجي حاجة واحدة أخرى. عندي ديك حبة ثوم قطعوها مرصوات كيما راهي ونديروها، درك هنا دوك راني كملت، دوك نجيب الالومنيوم ونغطيها، مو دوك انا نغطيها بالالومنيوم تاعي كما تشوفو، غطوها مليح عندنا الفرن
يعني شعلته على فونس، شعل الفرن تاعكم على فونس، دونك خلينا نديرو طيب ونعاد نولي ليكم. مو كيف طابت يعني جات ما شاء الله، عندي ما نقول لكم، دونك نحطها في بلا وتشوفوها. مو هاو ليك فجأة انا حطيتو جا ما شاء الله. ما تنساو ديرولنا ابوني الصفحة، ديرو جام، ديرو لايك، بارطاجي فيديو. سلام.